تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق العمل معايا في الإعداد، الأستاذ يوسف سعد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وأيضا تقبلوا تحياتي أنا محدثكم عبد الله جمعة، وأيضا يشرفني الحقيقة ويسعدني اليوم بتشاركنا في تقديم الحلقة زميلتنا الأخت آمنة العلي. صباح الخير أستاذة آمنة. النور، شكرا لك أخوي عبد الله. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، نيو لوك في برنامج صحة وسعادة، طبعا اليوم أول يوم، أول حلقة من الموسم الجديد وحلقة جديدة وبرامج متنوعة الحقيقة. طبعا برنامج صحة وسعادة نحن نتماشى مع رؤية هيئة الصحة بدبي، دائما رؤية هيئة الصحة بدبي بإيجاد مجتمع صحي وسعيد، فجميع المناقشات وجميع الحوارات والضيوف نتحدث عن أهم جزئيتين اختيامنا، جزئية الصحة والسعادة. وطبعا نحن من خلال برنامج صحة وسعادة نرفع دائما مستوى الثقافة والتثقيف لدى أفراد المجتمع عن الصحة وعن السعادة. طبعا اليوم عندنا مستمعينا الأعزاء في البرنامج آخر الأخبار الصحية والعلمية التي تهم كل أفراد من أفراد المجتمع، وهناك الكثير من النقاشات والحوارات والأخبار المتداولة على الوسائل الاجتماعية وأيضا السوشيال ميديا، وأيضا عندنا فقرة مستمعينا الأعزاء مهمة وتهم أيضا هيئة الصحة بدبي، تأخذ على يعني اهتمامها موضوع رعاية كبار المواطنين وكبار السن. بتكون عندنا أيضا ضيفة الدكتورة سلوى السويدي، وبنتحدث أكثر عن هاي المواضيع. وأيضا مستمعينا الأعزاء عندنا فقرة أخرى عن موضوع يشغل أولياء الأمور بالهم كثير في هاي الأيام، عن الوجبات الخفيفة بالنسبة لصحة الطلبة، سواء الذين يعني يدرسون في عن بعد أو التعليم الهجين وأيضا التعليم أيضا الكامل. ناخذ مستمعينا الأعزاء معاكم أول خبر من الأخبار المحلية، مادة تخفض خطر الإصابة بمرض الباركنسون. اكتشف علماء أكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب بأن تناول القهوة يخفض من خطر الإصابة بمرض الباركنسون، وحتى من لديهم الاستعداد الوراثي للإصابة به. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الكافيين في دم الذين يعانون من مرض الباركنسون كان أقل بنسبة 67% مقارنة بالأصحاء. وأيضا الجميل في ذلك اليوم بأن عندنا بنستضيف إن شاء الله الدكتورة سلوى السويدي، وبنتطرق معها أكثر عن موضوع مرض الباركنسون، كيف يتم يعني التعامل مع هذا المرض من جوانب مختلفة، وبالأخص للكبار السن أو كبار المواطنين. وبتتحدث معنا الدكتورة سلوى السويدي أكثر أن كيف يتم التعامل مع هذا المرض من جوانب مختلفة. أختي آمنة، طبعا المرض هذا يصيب يعني في الغالب كبار اللي في كبار السن، وطبعا لابد أنه يؤخذ من جوانب مختلفة، ليس فقط يعني من الجانب الطبي ولكن من الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي. فطبعا بنتطرق في هذا الموضوع أكثر مع الدكتورة سلوى السويدي. مستمعين الأعزاء، أيضا عندنا خبر مهم، وأنا أتمنى الحقيقة يعني من خلال هذا البرنامج أنه يعني ما يكون عندنا أي مدخن، يعني لا امرأة تدخن ولا حتى رجل ولا أي حد، لأن الصراحة يعني الخبر هذا يقول بأن السجائر الإلكترونية أثناء الحمل تزيد من مخاطر المشاكل السلوكية للطفل. كشفت دراسة من جامعة كالغري في كندا أن التدخين الإلكتروني أثناء الحمل قد يزيد من خطر تعرض الطفل لمشاكل سلوكية، يعني بعد الطفل ما انولد أثناء فترة التدخين إذا كانت المرأة
يعني حامل وتدخن، فأثناء فترة الحمل الطفل يصاب بمشاكل كثيرة وبنتكلم عنها أيضا بشكل توضيحي أكثر. وقالت أيضا الدراسة أن التعرض للمواد الكيميائية للسجائر الإلكترونية في الرحم يؤدي إلى ذرية مفرطة النشاط وفقا لتقارير ديلي ريكورد. فأيضا من ضمن المشاكل اللي يعني ممكن يتسبب للطفل أثناء الحمل اللي هي فرط النشاط. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور ماتي كالت أن السجائر الإلكترونية أثناء الحمل تعرض دماغ الطفل أيضا النامي للمواد الكيميائية الموجودة فيها. لهذا السبب السجائر مستمعين الأعزاء خطر جدا يعني على الجميع على كل الأعمار الحقيقة. وأيضا عندنا هذا الخبر مستمعين الأعزاء، لماذا يتمتع البعض بحاسة شم خارقة؟ أفادت دراسة حديثة نشرتها بي بي سي بأن هناك روابط بين وجود حالة فرط أو زيادة خارقة في حاسة الشم لدى شخص ما ومعاناته من العديد من المشكلات الصحية. وتشمل قائمة هذه المشكلات الإصابة بالصداع النصفي أو نقص الهرمونات أو حدوث اضطرابات في سوائل الجسم. وحتى الآن لا يعرف الباحثون بشكل كامل السبب الذي يقود لظهور حالة فرط حاسة الشم. مستمعين الأعزاء بناخذ فقرة السوشيال ميديا والمستجدات في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وأهم التداولات فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية. معانا اليوم الزميلة أسماء الجناحي، صبحت الله بالخير والنور والعافية أختي أسماء. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله في أولى حلقات برنامج صحة وسعادة. نحن الحقيقة يعني نبارك لكم أختي أسماء على الموسم الجديد، ونبارك لهيئة الصحة بدبي لهذا البرنامج الحقيقة الجميل والبرنامج الحيوي والنيو لوك مثل ما يقولون على المواضيع الجديدة والحلقات اللي فيها الحقيقة الكثير من المعلومات المفيدة اللي هي دائما تزيد من نسبة وعي أفراد المجتمع بالنسبة لمواضيع الصحة والسعادة. وأنا سعيدة بوجودي معاكم في الفقرة الخاصة بقنوات التواصل الاجتماعي، وخلني أخوي عبد الله أمر على أبرز الأمور اللي كانت متداولة خلال عطلة نهاية الأسبوع واليوم. أول شيء نتكلم عنه الموضوع اللي شاغل لعام 2020 وهو المتداول بخصوص فيروس كورونا المستجد اللي هو كوفيد 19. من الأخبار اللي كان عليها وايد تفاعل الخبر، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلن تعديل بروتوكول السفر من وإلى دبي، وهذا لتخفيف على المسافرين ولا سيما المواطنين. من أبرز الأمور اللي كان فيها أن إعفاء المواطنين من إجراء البي سي آر قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، الاكتفاء بإجراء الفحص في مطار دبي، المقيمون السياح فحص البي سي آر المسبق مطلب أساسي قبل القدوم لدبي، مسافرين ترانزيت فحص البي سي آر المسبق إلزام للمسافرين عبر دبي من مجموعة محددة من الدول، والمغادرون فحص البي سي آر المسبق فقط للمسافرين المتجهين إلى الدول اللي تطلب فحص بي سي آر. هذا الموضوع كان عليه تفاعل خصوصا من محبين السفر. نتكلم عن بعض الأمور اللي كانت أيضا في هيئة الصحة متعلقة أيضا بفيروس كوفيد 19. كنا حاطين خبرين الأسبوع الماضي وكان عليهم تفاعل وايد كبير، منها أن فحوصات كوفيد حاليا في هيئة الصحة قيمة 150 درهم في المرافق التابعة لهيئة الصحة. أيضا أن كذلك فتحنا ثلاث مراكز مخصصة فقط لفحص كوفيد 19، وهي أيضا من الأشياء اللي كنا حاطينها وكان عليها تفاعل واستفسارات. ولذلك نحن نشرنا يوم أمس نشرة خاصة بأوقات العمل في المراكز الخمسة المخصصة لفحص كوفيد واللي موزعة على مستوى إمارة دبي، وأيضا طريقة الحصول على الموعد، ونأكد أنه لازم يأخذون موعد قبل ما يروحون عشان يتفادون يكون في زحام ولا في أي شيء، كل واحد وبوقته. نعم. وممكن يأخذون موعد عن طريق الاتصال 8342 أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي، وأسأل لهم التطبيق. نعم. نشجع على الأشياء التقنية والذكية. إنزين، أيضا نطلع شوي عن موضوع كورونا ونروح إلى موضوع شهر أكتوبر
غالبا شهر اكتوبر العالم كله يحتفل بشوخه يا عبد الله. نحن طب شهرنا نعم شهر اكتوبر هو شهر التوعية بسرطان سرطان الثدي والعالم كله تتوحد رسالته في هذا الشهر، واغلب القنوات الصحية في قنوات التواصل الاجتماعي الحسابات الصحية وغير الصحية وايضا من المؤثرين كانوا يتكلمون عن سرطان الثدي، ونحن نشجع وهالتفاعل الوردي في اغلب المنصات، واللي غير صورته الشخصية واللي غير البايو واللي غير البانلز. صحيح. ونحن نأكد على أهمية الفحص المبكر لجميع النساء، ونحن كهيئة الصحة عندنا حملة في قنوات التواصل الاجتماعي وهي تركز على 3 طرق للفحص المبكر عن سرطان الثدي، اللي هو الفحص المنزلي، الفحص العيادة، والفحص الدوري أو فحص الماموغرام. وهالأشياء هاي هي حملتنا لشهر أكتوبر في هيئة الصحة في قنوات أو منصات قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. نتمنى للجميع الصحة والسعادة. وقبل لا أختم فقرتي أحب أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، يعني عشانهم وعشان اللي يعزون عليهم. نعم. فنحن نتمنى للجميع أنه يلتزم ودمتم بصحة وسعادة. دمتي أسماء بصحة وسعادة، شكرا لك وشكرا للإيجابية والروح هاي ما شاء الله المعنوية العالية دائما، ودمتي بصحة وسعادة. شكرا أستاذ أسماء. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ الفاصل بنقرأ عليكم هذا الإعلان المهم. أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إغلاق مركز البلدية والبدء في استقبال المتعاملين لإجراء فحوصات كوفيد-19 في مركز الخوانيج الصحي، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. قبل ناخذ الفاصل مستمعينا الأعزاء بنتكلم بعد الفاصل عن الماموغرام وأهمية الماموغرام، ونذكركم أيضا بأرقام التواصل معنا على 600-55-14-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي، برنامج صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نستقبل مستمعينا تواصلكم، نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم على الأرقام 600-55-14-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختيامنا نحن اليوم طبعا من ضمن المواضيع الجديدة و النيو لوك في برنامج صحة وسعادة، بشكل يومي بتكون عندنا مصطلحات طبية ومصطلحات علمية. نحن نعرف بأن التثقيف في الجانب الصحي والجانب الغذائي مهم بالنسبة لأفراد المجتمع، وأيضا مهم تثقيف أفراد المجتمع عن المصطلحات الطبية. ونحن دائما نعرف أن هناك اختئام من الكثير من الأمراض، سواء كانت الأمراض المزمنة مثل الأمراض القلب والسكري وأمراض السرطانات وأمراض مختلفة. إذا تم اكتشاف هاي الأمراض مبكرا طبعا العلاج بيكون أسهل، اللي يعني المضاعفات بتكون أقل، شفاء المريض بيكون يعني أفضل من إذا تم اكتشافه في وقت متأخر. خلنا ناخذ معاك اليوم أختي آمنة مصطلح طبي ويلفظ عليه الماموغرام. ما هو الماموغرام أختي آمنة؟ الماموغرام أخوي عبد الله هو تصوير الثدي بالأشعة السينية، ويعتبر وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وخاصة في مراحله الأولى، حيث يمكن الكشف عن السرطان عندما يكون حجمه صغير، وبالتالي يكون العلاج أكثر فعالية ويحقق نتائج أفضل. وللوقاية من الإصابة بسرطان الثدي لا يتعلق الوقاية فقط بمجرد تعليم المرأة وتمكينها، لا أخوي عبد الله، ولكن تزويد العاملين كذلك في مجال الرعاية الصحية بالمهارات والسلوكيات المناسبة، وهو من الأمور المهمة التي تحرص عليها هيئة الصحة بدبي، إلى جانب حرصها الشديد على توفير آخر التقنيات والحلول الذكية للاكتشاف المبكر لمثل هذه الأورام. نعم، أيضا مستمعينا الأعزاء بخصوص موضوع الكشف المبكر، نحن دائما ننصح
يعني الكشف المبكر هو أفضل وسيلة لعلاج مثل هاي الأمراض اللي ذكرناها أختي آمنة، السكري، أمراض السرطان، أمراض الكلى ممكن أن يكون، القلب، وأمراض كثيرة إذا تم الكشف عنها مبكرة مثل ما ذكرنا بيكون أيضا أسلوب العلاج بشكل أسهل وبشكل أفضل للمريض. فنحن دائما ننصح أفراد المجتمع، ننصحكم مستمعينا الأعزاء بالكشف المبكر، أن الواحد دائما لابد أن يسوي الفحوصات الدورية على أساس لا قدر الله إذا في أي شيء يعني تبين غير طبيعي يتم يعني علاجه بشكل أولي وبشكل سريع. وأيضا تقول يعني منظمة الصحة العالمية حول هذا الموضوع أن في البلدان النامية تصل بعض النساء بأورام في مراحل متأخرة ربما كان من الممكن الحد منها لو أنها تم اكتشافها في وقت مبكر ومن ثم تمت رعايتها بشكل أفضل. وأيضا يعني ذكرت نقطة اختيامنا في هذا الموضوع بأن يعني سرطان الثدي ترى لا يختصر فقط على المرأة، أيضا هناك في فئة من الرجال ممكن أن يصابون بهذا المرض سرطان الثدي. فنحن دائما ننصح الجميع سواء النساء أو رجال إلى الكشف المبكر لهذه الأنواع من الأمراض. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن اليوم العالمي للمسنين مع استشارية أو استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. يعد طبعا مركز كبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي نموذجا يحتذى به في مجال رعاية كبار السن، وحين أطلقت هيئة الصحة على المركز اسمها الحالي مركز سعادة كبار المواطنين، وكانت هيئة الصحة تقصد من هذا المعنى شكلا ومضمونا أيضا، وهي تعمل بشكل متواصل على توفير كل سبل العناية الطبية لكبار المواطنين المنتسبين لهذا المركز المميز، إلى جانب إحاطتهم بكامل وسائل الراحة والسعادة. أنا الحقيقة أختي آمنة زرت هذا المركز وفعلا شيء يعني الكل يفتخر فيه. ونحن طبعا أثناء يعني حديثنا مع الدكتورة سلوى السويدي بنتطرق إلى أن هذا المركز كيف يقدم هاي الخدمة المتكاملة والمتميزة لهاي الفئة المتميزة اللي هيئة الصحة تحرص عليهم الحقيقة حرص كبير جدا لأنه يتم رعايتهم وعلاجهم بشكل يعني مميز. مستمعينا الأعزاء، الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي معنا حاليا، تحدثنا عن المركز وخدماته وخصوصية اليوم العالمي للسكري. دكتورة سلوى صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، أهلاً عبد الله وآمنة، حياكم الله. الله يحييك دكتورة سلوى، نحن طبعاً سعيدين جداً ونبارك أنفسنا ونبارك لهيئة الصحة ونبارك لكم على الموسم الجديد لبرنامج صحة وسعادة والمواضيع الحيوية اللي نحن بنتكلم فيها دائماً وبشكل مستمر. دكتورة سلوى، نحن اليوم من ضمن الأخبار المحلية تحدثنا عن مادة تخفض خطر الإصابة بمرض الباركنسون. قبل لا ندخل في تفاصيل الحديث عن مركزكم المتميز مركز كبار سعادة المواطنين، لو تعطينا دكتورة نبذة سريعة، لأن حسب قراءتنا نحن لهذا الخبر بأن أكثر فئة من الناس اللي يصابون بهذا الباركنسون هم كبار السن، فأنا متأكد أن في مركزكم، توني كنت أتكلم حتى مع زميلتي الأخت آمنة، أنا زرت المركز الحقيقة، مركز يعني الواحد يفتخر فيه الحقيقة، لأن يتم ليس فقط علاج الشخص إنما إدارة حالته بجميع الجوانب. وأنا حبيت الصراحة دكتورة سلوى يعني أنت كيف يعني متدخلة معاهم في يعني أدق التفاصيل في حياة الشخص هذا، سواء من الجانب العلاجي والجانب الدوائي والجانب النفسي. الحقيقة يعني شعرت الراحة اللي موجودة بين الموجودين يعني في المركز وبينكم انكم كعلاقة يعني حميمة وعلاقة اجتماعية جميلة. نتكلم دكتورة شوية عن الباركنسون، كيف انتم تتعاملون مع الكبار المواطنين بهذا الموضوع من جوانب مختلفة سواء العلاجي والاجتماعي والنفسي؟ عبدالله، مثل ما تفضلت وقلت، مرض الباركنسون أو الشلل الرعاش
نسبة حدوثها في الناس الكبار بالسن أو المسنين طبعا أكثر من الناس الصغار بالسن، نعم. نتيجة موت أو ضمور الخلايا المسؤولة عن إنتاج ناقل عصبي معين اللي هو اسمه الدوبامين، هذا مسؤول عن حركة العضلات. فلما يقل إنتاج أو إفراز الدوبامين من 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 خلايا المخ يكون في صعوبة في الحركة لأن العضلات تتأثر، فبالتالي المريض يعني هو البريزنت أو يعني راح يبين الأعراض اللي راح تكون عنده صعوبة في المشي، وخاصة صعوبة في بداية المشي. يعني ممكن المريض يوقف من الكرسي لكن ما يقدر يبدأ الخطوات، مجرد ما يبدأ ممكن يستمر، لكن هي الـ initiation of the movement يعني بداية الحركة تكون صحيح. صعبة. نعم. المريض يكون نوعا ما عنده تيبس في العضلات، لما نفحصه ونحرك إيده نلقى صعوبة في الحركة، وغالبا هذول المرضى يكون عندهم مشكلة في التوازن، فيعني في يكون عندهم سقوط متكرر. صحيح. هذه الأعراض الجسدية. الباركنسون مع المدى الطويل يسبب اكتئاب ويسبب نوع من أنواع الخرف. صحيح. في نفس الوقت المريض أو يعني الأعراض الأخرى لمرض الباركنسون هو الإمساك، صعوبة في الكلام، صعوبة في البلع، السقوط المتكرر مثل ما قلت. نعم. احنا طبعا عندنا عدد كبير من مرضانا المصابين بمرض الشلل الرعاش، نحاول على قد ما نقدر اولا الادويه اللي لازم ياخذونها، ضروري جدا ان المريض ياخذ ادويته بانتظام، لان لما نقول ما في دوبامين في المخ احنا ياسين نعطيهم الدواء كريبليسمنت او كتعويض عن هذا الدوبامين اللي المخ ما قاعد يسويه. جميل. فوايد ضروري ان المريض ياخذ ادويته بانتظام على الوقت، لان حتى يعني نوصل لمرحله ان المريض اذا تاخر ما اخذ الحبه في الوقت المناسب تلقاه صار عنده صعوبه في الحركه وصار عنده مثل تخشب. صحيح. المريض ما يقدر يتحرك. نعم. فهاي نمبر 1 اهم شغله، اخذ الادويه بانتظام. ما في شيء يمنع الباركنسون، ما في شيء كوقاية يعني، ومو شرط أن كل المرضى الكبار راح يصير عندهم باركنسون، بس لما يصير ضروري نحن نعالجه. هذا رقم 1 الأدوية، تناول الأدوية بانتظام. رقم 2 العلاج الطبيعي جدا مهم لهذه المرضى، لأن صحيح. مثل ما قلت يعني لما يكون أصلا عندهم صعوبة في الحركة وصعوبة في المشي هم يفضلون أنهم ما يمشون، فهذا الشيء بعد راح يسبب لهم مشاكل وتيبس في المفاصل. صحيح. يصير المريض خلاص طريح الفراش او على ويل شير وما يقدر يمشي. احنا دورنا في العلاج الطبيعي ان احنا نساعد المريض على ان احنا نسبب له مثل ليونه في العضلات عن طريق الاجهزه وعن طريق العلاج الفيزيائي، ونساعد المريض على التوازن في تمارين معينه لحفظ توازن المريض، نساعد انه هو ما يطيح، ما يصير عنده سقوط متكرر. صحيح. نحن طبعا دكتورة عفوا يعني مثل ما ذكرنا في بداية تقديم الحلقة بأن المركز هذا يعني مركز متميز في تقديم الخدمات، ومثل ما ذكرتي أيضا أنت دكتورة حاليا أثناء حديثك عن كيفية العلاج، فأنتوا تأخذون يعني جميع الجوانب اللي يحتاجها المريض، ما تنتظرون بأن يعني يستوي المرض أو يعني ممكن يتطور المرض، فأنتم من خلال يعني وجودهم معاكم أنتم من خلال الملاحظات الدقيقة تنتبهون لبعض النقاط ويتم علاجها بشكل يعني سريع ومباشر. اللي ساعدنا في هذا الشيء إن إحنا في هذا المركز نشتغل كفريق عمل. نعم. يعني مو بس أنا كطبيبة أشوف المريض، لا يشوف الطبيب والممرضة والسوشيال وركر، الأخصائية الاجتماعية وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التغذية، هذول كلهم يشوفونا. فتعرف لما يكون المريض هو محور اهتمام المركز، وشيء طبيعي ان كل المعنيين راح يشوفونا، فكل واحد راح يعالج الموضوع من وجهة نظره هو. صحيح. يعني دكتورة الباركنسون مهم جدا ان اخصائية تغذية تشوفهم وتساعدهم. نعم. في موضوع البلع. صحيح. دكتورة سلوى نحن بنستأذنك بناخذ فاصل سريع. أوكي. ومستمعينا الاعزاء اذكركم بارقام التواصل 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 بتكون معنا بعد الفاصل الدكتورة سلوى السويدي استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، وحابين أيضا تتواصلون مع الدكتورة إذا عندكم أي استفسار يخص كبار المواطنين. فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل، مهم جدا مستمعين الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج تواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نرجع مع ضيفتنا الدكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، ونستمتع دكتورة معاك دائما في الحديث عن المركز هذا المميز والخدمات المميزة اللي تقدمونها. الحقيقة دكتورة لو تكلمينا شوية عن الخدمات اللي يقدمها مركز كبار سعادة المواطنين ومستوى الرعاية المتوفرة لهم. طبعا من أهم خدمات مركز سعادة كبار المواطنين هو تقديم الرعاية الطبية والتمريضية على مدار الساعة للمرضى المقيمين المتواجدين في المركز، المقيمين إقامة طويلة أو إقامة مؤقتة، وكذلك للمراجعين الخارجيين. كذلك في خدمة إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي الموجودة في الفترة النهارية، أيضا خدمة التغذية العلاجية، وجود المطبخ في مركز سعادة كبار المواطنين، هذا بعد له دور كبير أنه الأكل عندنا ما ينتقل من مكان لمكان، فنضمن أنه هو دائما حار ودائما فريش. صحيح. وأن حتى المسنين لما مثلا مرات ما يعجبهم الأكل نقدر نغير لهم ونطبخ لهم بناء على احتياجاتهم. والخدمات الاجتماعية طبعا اللي هي الفعاليات والأنشطة والخدمات الترفيهية. وطبعا مثل ما قلت أهم المركز يقوم بدورين، هو مركز رعاية نهاري للمراجعين الخارجيين مثل يعني داي كير سنتر، ومركز إقامة طويلة الأمد للمقيمين في هذا المركز والموجودين. دكتورة سلوى اعذريني بس، دكتورة سلوى عندنا اتصال من أبو حارب. مرحبا أخوي أبو حارب وصبحك الله بالخير والنور والسعادة. مرحبتين سهلين النور. أبو محمد السلام عليك أول شيء. مرحبتين صباح النور والسرور. عليكم السلام، ساكم خير؟ طيبين خير الله يسلمك، وشاكرين تواصلك الصراحة. الله يسلمك، جزاك الله خير، صبح الدكتورة وياك. يا هلا، أهلا وسهلا، يا حياكم الله. ما أدري أنا بدش في الموضوع على طول. تفضل. يمكن أنا من مرضى الكوفيد يعني الفترة الأخيرة، والحمد لله الحين في فترة الحجر وكذي، وكنت في فترة في مستشفى راشد. ألف سلامة، ألف سلامة، ما عليك شر. الله يسلمك، والحين الحمد لله يعني في مرحلة التعافي، اللهم لك الحمد. الحمد لله. وبس حبيت يعني أبا أشكر طاقم التمريض والدكتور اللي كان موجود القائم على يعني. جزاك الله خير. أنا فيه وصراحة يعني مثل ما تقول في دكاترة يعني سبحان الله وجودهم فضل من الله، شفة يعني تعرف. صحيح. شوفهم طريقتهم لمستهم كلامهم، يعني أنا أتمنى يعني هالدكاترة تكون مثل ما تقولون نسخ وايد فيها في المستشفيات. صحيح. لأن المريض في فترة يحتاج هاي اللمسات، خصوصا في موضوع يعني كوفيد، يعني تعرف يكون محجور ما حد عنده لا أهله لا أحد، فوجود دخول الدكتور بأسلوبه وطريقته قصة. يعني أنا أقول في موضوع الكوفيد يعني غير الأمراض الثانية ممكن يحصل زيارات الناس تدخل عنده. نعم. لكن في هاي الفترة لا، محتاج يعني الجانب النفسي وايد يعني بشكل. نعم نعم، الله يسلمك أبو حارب، بالعكس يعني شاكرين لك، شكرا على هذا الإحساس الجميع، وثق تماما بأن دائما هيئة الصحة بدبي حريصة جدا أن نأخذ نحن دائما والأطباء يأخذون بعين الاعتبار كل الجوانب اللي تخص المريض، الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب العلاجي. كل الشكر والتقدير لك. نأخذ أيضا اتصال من الأخ محمد. صباح الخير أخوي محمد. صباح النور والسرور أستاذنا، الله يحييك، أشكركم على البرنامج الطيب هذا. شكلك تشتكت للبرنامج صح؟ اليوم أول يوم نحن بعد إجازة. أنا أول مرة أشارك صراحة، أنا أول مرة أشارك معاكم. والله هذا شرف كبير لنا طال عمرك. الله يسعدك، الله يسعدك يا أخي. الله يبارك فيك. عندي بعض الاستفسارات. أول شيء جانب نفسي، أنا توفت زوجتي رحمة الله عليها قبل أسبوعين. الله يرحمها. الله يرحمها.
هي رحمة الله عليها، وكانت تعاني من سرطان الثدي. نعم. خلال 3 سنوات تعانت، والحمد لله الله يعني توفاها وإن شاء الله جنة الخلد. بس عندي استفسار. أنا أولادي الحين، أنا معي 4 بنات. نعم. أوكي. الكبيرة عارفة لأني أنا كنت أنا وهي في المستشفى، بس الصغار عمرهم 10 سنوات و8 سنوات و4 سنوات لم أخبرهم لحد الآن. كنت أريد الناحية النفسية، كيف أخبرهم يعني، كيف أكلمهم أن والدتهم توفت؟ أنا لحد الآن ما خبرتهم، هم في بالهم أني في المستشفى لحد الآن. نعم أخوي محمد، دكتورة إذا في عندك أي إضافة، ولكن أنا أيضا من خلال تواصلنا مع المعنيين أخوي محمد بناخذ رقمك بعد قليل من قسم التنسيق، وبيتواصلون معاك وبيعطونك أكثر تفاصيل كيف أنت ممكن تتعامل مع أفراد الأسرة وكيف ممكن يتم إبلاغهم عن هاي الأمور. سوري عبدالله، ممكن يتواصل مع قسم السايكولوجي في مستشفى راشد؟ نعم نعم، هذا اللي نحن بنسويه دكتورة، بناخذ رقمه إن شاء الله وبنتواصل معه عن هذا الموضوع. شكرا أخوي محمد على اتصالك، شكرا. ناخذ الأخ خالد. صباح الخير أخوي خالد، شاكرين تواصلك معنا في برنامج صحة وسعادة. صباح النور، صباح الدكتورة وعليكم جميعا. صباح النور والسعادة، تفضل أخوي. أنا عندي ما اقتراح للبرنامج إذا أمكن، يعني مثل مرض باركنسون، لو تعطونا نبذة عن المرض ومن اخترعه وحل الاسم هذا لمخترع هذا المرض أو مكتشف أعراضه، ونبذة تاريخية يعني عن كل مرض، تكون بعد بنفس الشيء ثقافة لنا إحنا بالإضافة إلى الثقافة الطبية اللي قاعد تعطونا، جزاكم الله خير. نعم. هذا شيء. الشيء الثاني، كيف التعامل معه؟ أنا يعني مريت تجربة، رحت بداية السنة في لندن مستشفى، فكان في أحد كبار السن نفس القسم مرقد. صحيح. وما عرفت هل هو باركنسون ولا، لأن كل ساعة مرة يبدل ملابسه، مرة يسألني عن أشياء يعني معروفة، فأنا بين أني مشفق عليه وبين أني يعني الواحد يبي يضحك من المواقف اللي يسويه هذا الشخص. مرة يلبس بدلة يفسخ البيجامة من المستشفى، يبي يطلع يروح بروحه، يودونه، ويعني مثل هالأشياء. فالنصيحة في التعامل معاهم، لأنهم أكيد حساسين جدا بعد يكونون. نعم. وبنفس الوقت أنت يعني تبي الأجر، وتبي أيضا أكيد عندنا أقارب وعندنا كبار السن، نبغي يعني طريقة مثالية في التعامل معاهم. خير إن شاء الله أخوي خالد، بالعكس يعني أنا شاكر تواصلك معنا خلال برنامج صحة وسعادة، والاقتراحات والملاحظات اللي توصلنا نحن هدفها دائما نحن ناخذها بعين الاعتبار، وهذا التوجيه من معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة. كل الملاحظات اللي توصل من جميع القنوات في هيئة الصحة بدبي تأخذ لتطوير الخدمات الصحية بشكل عام، وأيضا شاكرين تواصلك بالأخص مع برنامج صحة وسعادة اللي هو أيضا معني بتثقيف أفراد المجتمع عن الصحة والسعادة. دكتورة سلوى، إذا عندك تعليق بخصوص موضوع الأستاذ خالد. طبعا التصرفات اللي كان يسويها هذا الشخص المسلم غالبا تدل على أنه يا أما أنه عنده نوع من أنواع الخرف، يا أما عنده حالة هذيان نتيجة وجوده في المستشفى. طبعا صعب أن احنا نحكم. الأخ خالد كان يسأل كيف نتعامل مع كبار السن. أنا دائما أقول نتعامل مع كبار السن كأنهم أمنا وأبونا. صحيح. بالتالي شو يعني، لازم يكون عندنا بارد، لازم يكون عندنا طولة بال، لازم نتحمل ونصبر ونحسسهم ان احنا متقبلينهم، لان مثل ما قال ذكر قالهم وايد حساسين. صحيح. فعلا وايد حساسين. انا من خلال تعاملي وياهم اعرف الشخص راح يحس اذا كان الشخص اللي قاعد يعتني فيه متضايج منه، على طول راح يعرف. الناس الكبار فعلا اذكياء وحساسين. صحيح. دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي، سعدنا جدا الحقيقة بالحديث معك عن هذا المركز المتميز، وثقي تماما إن شاء الله نحتاج إلى حلقات كثيرة للتطرق للمركز هذا والخدمات المميزة اللي يقدمها مركز سعادة كبار المواطنين. شكرا جزيلا لك دكتورة. معنا أيضا حاليا مستمعين الأعزاء فقرة الوجبات الخفيفة الصحية لطلبة المدارس، وبتأخذ الفقرة هاي زميلتنا آمنة العلي.
نعم خوي عبد الله، مثل ما تعرفون يظل اتباع الأنماط الغذائية السليمة هو المطلب الأساس لكل من خبراء واختصاصي التغذية وعلماء وأطباء الصحة العامة الذين ينادون دائما بالتغذية السليمة للوقاية من الأمراض وبناء الجسم وتخزين الطاقة والمحافظة بشكل عام على اللياقة البدنية عفوا. ولذلك ومن منطلق حرص هيئة الصحة بدبي على صحة وسعادة الأمهات عنا، منستضيف معانا اليوم أخصائية التغذية الأستاذة عليا الدخان عشان تعرفنا أكثر على الوجبات الخفيفة الصحية لطلبة المدارس. تفضلي أستاذة عليا. صباح الخير. صباح النور والسرور. نورتينا أستاذة عليا. نور نورك، بارك لكم بالعودة للبرنامج. شكرا لك. طبعا موضوع الوجبات الخفيفة حابة أني أنوه على أهمية الوجبات الخفيفة لطلاب المدارس. صح معظم طلابنا حاليا يدرسون عن بعد، يعني يكونوا متواجدين في البيت، وفي بعد جزء من الطلاب يحضرون في المدارس. نعم. بس حابة أن النصائح هذه تكون إن شاء الله للجميع، نركز فيها على كيفية اختيار الوجبات الخفيفة وشو الأمثلة اللي بتكون أنسب للصحة للأطفال وللكبار. ففي البداية بس حابة أنبه، خاصة عندنا أطفال صغار، الوجبات الخفيفة يمكنهم يرغبون فيها أكثر عن الوجبات الرئيسية، فدائما نحرص أن يكون فيها قيمة غذائية عالية، يكون اختياراتنا فيها اختيارات صحية أكثر. وطبعا الوجبة الخفيفة أبدا ما تكون بديل عن وجبة الأفطار، فدائما نشجع الأطفال في البداية أن يتريقون ويكون الوجبات الخفيفة هذه محضرة لهم مسبقا، يعني في البيت تكون متوفرة لهم في البيت إذا كان الطفل يدرس عن بعد. يعني إذا بما أن إحنا نركز على هاي الوجبات لازم نناقش فيها الطفل قبل، خاصة إذا عندنا أطفال عندهم حساسيات أو أطفال يعانون من وزن زايد، فلازم نشرح لهم هذا الاختيارات، يعني ليش اخترنا الفواكه بدال الشوكولات، نشرح لهم شو فائدة المواد الغذائية اللي نحن بنوفر لهم في الوجبات الخفيفة، فيكون فيها نوع من التخطيط. نشرح فيها، يكون هي فرصة نعلم فيها الأطفال حتى عن بعض الفواكه بعض الخضروات وفوائدها. نعم أستاذة عليا، بس حبيت أخذ منك الإفادة في هذا الوقت القصير، بس كنا بناخذ منك تقريبا الأم ممكن تقسم وجبات الطفل خلال فترة مثلا من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 12:30، كم وجبة خفيفة بجانب الوجبة الأساسية اللي هي المفروض إنها تعطي الطفل الصباح، مثلا هاي وجبة الفطور الأساسية، كم وجبة خفيفة كذلك تعطيها للطفل؟ أوكي، طبعا إحنا زي ما قلنا وجبة الإفطار الضرورية يأخذها أول الصبح قبل ما يبتدي الدراسة. نخلي الوجبة الخفيفة تقريبا ساعة إلى ساعتين، يفضل ساعتين من بعد الوجبة الرئيسية، فبيكون تقريبا في هذه الفترة ممكن يأخذ بين وجبة إلى وجبتين اللي هم الوجبات الخفيفة. هني نقدر نركز على الفواكه بداية والخضار، لأن الطفل يحتاج تقريبا 5 حصص يوميا، فمن الصعب أنه يأخذهم كلها فترة واحدة، فنقسمها على الوجبات الخفيفة. والفواكه تعتبر مصدر فيتامين سي، ممكن نركز على البرتقال، على الفراولة، على البابايا، لأن هذه كلها نحتاجها فترة تقوية المناعة الحين في تغيير المواسم. فالخضار والفواكه بيكون شيء ما يحتاج تحضير وسريع وعالي بالألياف، فبعد بيخلي الطفل حاسس بالشبع فترة أطول. نقدر نضيف بعد المكسرات أو زبدة المكسرات مثل الفول السوداني أو اللوز كمصدر أيضا للبروتين والأوميجا 3. الأوميجا 3 طبعا يمتاز بفوائد زينة للتركيز، بتخلي الطفل يعني يساعده أكثر في التركيز، فممكن نضيفها مع الفواكه أو ناخذ زبدة المكسرات ونسوي له مثلا مع الخبز الأسمر أو الخبز الأبيض، فيكون وجبة خفيفة. نعم أستاذة عليا، يعني نختصر كلامك أن نعطي الطلاب خضروات وفواكه كوجبات خفيفة وكذلك نضيف المكسرات وما نستغنى عن الوجبة الأساسية. شكرا لك أستاذة عليا اختصاصي التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي على هالمعلومات المفيدة جدا، شكرا لك. مثل ما ذكرت الأخت عليا أختي آمنة بأن يعني التوازن في الوجبات الغذائية بالنسبة للأطفال جميع المراحل مثل ما ذكرت اللي عن بعد أو يعني يدرسون في البيوت أو المراحل الثانية مهم جدا خلال الفترة هاي. آمنة ناخذ معاك أهمية الكشف المبكر عن التأخر
التأخر النمائي عند الطفل، ومع الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة صبحت الله بالخير والنور والعافية. هلا عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير والسعادة والتوفيق إن شاء الله. الله يحييك دكتورة. طبعا موضوع أهمية الكشف المبكر عند التأخر النمائي لدى الأطفال من الأشياء المهمة، وأيضا أنتم دكتورة في القسم وفي هيئة الصحة بدبي عندكم برامج الحقيقة يعني نحقرينا عنها متنوعة وشاملة، فيها برامج علاجية، برامج نفسية، برامج يعني من الجانب الاجتماعي، وأيضا يعني الجميل في الموضوع بأن هيئة دائما هيئة الصحة بدبي تحرص إلى استخدام التقنيات الحديثة في مثل هاي العلاجات. طبعا دكتورة حابين أن نسمع معك أكثر الحقيقة عن التأخر النمائي لدى الطفل، وأي حواس هي الأكثر تعرضا لمثل هذه المشكلة، وتكلمينا أكثر عن التطبيقات الذكية اللي أنت تشجعين فيها أن لازم أفراد المجتمع تستفيد منها. شكرا أخوي على المقدمة. طبعا أنتوا تعرفون أن إحنا كل هدفنا أن يكون عندنا مجتمع صحي وسعيد وآمن. نعم. وأطفال أهم شيء في المستقبل، يعني أطفال في كل مكان في العالم هم الأمة ومستقبلها، فوايد مهم أن إحنا نهتم فيهم من الولادة على طول بعد الولادة. صحيح. التطور النمائي عند الأطفال يعني لازم نتأكد أن الطفل هذا اللي انولد قاعد ينمو بشكل طبيعي، يعني نمو مو بس النمو الجسدي، يعني وزن الطفل، طول الطفل، ومحيط رأسه، لا، التطور النمائي اللي هو يعني نتأكد أنه ما عندي تأخر في أي شيء. التأخر ممكن يكون في 5 أشياء إحنا ندور عليه. ممكن يكون تأخر في اللغة، في الحركة، في التفكير، في السلوك، في العواطف، ومهارة وحل المشكلات عند الأطفال. في هيئة الصحة إحنا عندنا مثل ما تفضل تطبيق ذكي في الموبايل، ممكن أي حد من متعاملين هيئة صحة دبي، ممكن أي حد موجود على أرض دولة الإمارات، حتى لو مو يعني ما يجون عندنا يتابعون عند دكاترة الخاص في وزارة الصحة في أبو ظبي خارج الدولة، أي حد عنده فكرة عن التطبيق هذا ممكن بس يدخل اسم الطفل ويشوف استبيان ويكتشف إن الطفل طبيعي، يعني تطور النمائي عنده طبيعي ولا يحتاج لأي تدخل. طبعا يعني عالميا ينصح ان الاطفال يعني يتاكد على تطور النمائي عندهم من عمر 9 اشهر، وهالتطبيق اللي احنا سويناه نفس الشيء، في اسئله من عمر 9 اشهر لمده 6 سنوات. ليش احنا نحب ان نكتشف مبكر؟ ليش يسمونه كشف مبكر؟ لان احنا كل ما اكتشفنا اسرع كل ما نعالجهم اسرع، وكل ما اول كام يعني النتيجه بتكون افضل. احنا ما نبي الام تي تشتكي ان مثلا عمر الطفل زمان عمر الام تي عمر الطفل 2 3 4 وتكتشف ان الطفل ما يرمس ما يتكلم. الحين حاليا احنا من عمر 9 شهور نعرف اذا الطفل عنده مشكله في السمع ولا لا، اذا دخلت هالتطبيق وكتب وشافت الاستبيان وملت الاستبيان. والجميل ان هالاستبيان مع في تطبيق سلامه، يعني سلامه الملف الالكتروني في الصحة، يعني إذا الأم ملت الفورمة إحنا لما نحط رقم البيبي على طول نشوف صحيح. إن كان استبيان طبيعي ولا متأخر ويحتاج تدخل مبكر أو أي شيء صح. ثاني دكتورة فاطمة، شو آخر كلمة أو نصيحة تحبين أنك يعني تقدمينها يعني الأسرة بخصوص موضوع التطبيق، أو حتى عن موضوع يعني الكشف المبكر عفوا عن التأخر النمائي؟ أنا كنت يعني تتأخر النمائي إذا الكشف المبكر وايد مهم. تدري ليش؟ نعم. وايد في عائلات تتفكك بسبب إنهم ما يعرفون شو أصلاً تأخر النمائي، إذا شافوا عندهم طفل بالبيت مو مثل بقية أطفال بيصير مشاكل بين الأهل الأب والأم، بينما إذا هم دخل، يعني أنا أتمنى كل أم أو أب يدخلون في يعني في موقع هيئة الصحة في دبي، وإذا عندهم طفل أعمارهم ما بين 9 أشهر 6 سنوات يملون الاستبانة، وبعدين يعرفون ان طفلهم اذا هو في معدل طبيعي ولا لا. واذا ما في، الجميل في هذا التطبيق ان يعني مثلا يقول لهم وين شو يسوون، اذا شافوا طفلهم مو طبيعي الريبورت يطلع لهم يقولون روحوا الى اقرب دكتور عندكم. اذا في هاي الصحة احنا توصلنا في سله احنا نسميه بسكت في سلامه، وبنشوف كم طفل يحتاجون تدخل مبكر، نتصل بهم نعطيهم موعد قريب.
نعم دكتورة، يعني خلاصة كلام الدكتورة أن ننزل تطبيق براعم التابع لهيئة الصحة بدبي المرتبط بملف سلامة اللي ممكن كل الأطباء يقدرون يتابعون التطور النمائي لأطفالهم. الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي ختام الحلقة نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن متابعتكم، أملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، الزملاء حسني البلاونة ونور نزال ويوسف سعد، وكل الشكر والتقدير لزميلتي آمنة العلي في تقديم ومشاركة الحلقة لهذا اليوم، وكل الشكر والتقدير لمخرجنا المبدع المتألق نمر محمد. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ونلقاكم إن شاء الله غدا في أمان الله. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.